بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج وقلت يا رب. الاسلام خير للبشرية جماعها، واينما حل فهو خير وبركة في اي بقعة من بقاع الارض. وانتشار الاسلام في قارات الارض المختلفة دليل على انه دين خير، لانه بينتشر عن طريق المعاملة الطيبة والتجار الصالحين اللي نتمنى ان هم يعودوا ويكونوا رسل ودعاة خير للإسلام. الإسلام وصل لأفريقيا وأسيا وجميع البلدان، وبقى لنا إخوان خارج بلادنا المعروفة الإسلامية. ضفنا اليوم نموذج للمسلم النشط الإيجابي النافع للمجتمع وإن كان جنسيته جديدة علينا. ده هنشوفه مع بعض مع سعادة السفير محمود راشد غالي. أهلا بيك. أهلا بيك سعادة السفير محمود راشد غالي، مدير إدارة المرصد إدارة مرصد المجتمع المدني والاتحادات المهنية بجامعة الدول العربية. أهلا بيك. أهلا بيك. احنا عايزين الأول قبل ما نقول لحضرتك الاسم وسنة الميلاد، عاوزين نشوف إدارة مرصد المجتمع المدني الاسم غالب مش غالي. نعم انت نعم. غالي وان شاء الله غالي. جميل. طب عايزين نشوف انت عرفنا الاول بالمرصد عشان يبقى عارفين إدارة مرصد المجتمع المدني جاءت في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بتنشيط دور منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي وإعطائها فرصة للمشاركة في العمل العربي المشترك. وتعرفون أنه طبعا هناك بعض الأمور لا يستطيع العمل العربي الرسمي وحده أن يقوم بها، إنما لابد أيضا من منظمات المجتمع المدني. قامت هذه الفكرة على أساس مد جسور التعاون ما بين العمل العربي الرسمي والعمل المجتمع وعمل منظمات المجتمع المدني. حقيقي انه الموضوع حتى الان لم ياخذ الابعاد التي نريدها. جديده يعني هي منذ ان تولى معالي الاستاذ عمرو موسى الامين العام لجامعه الدول العربيه بدات هذه الفكره. وطبعا اي تجربه جديده تاخذ وقت حتى تترسخ وتتعزز، انما الهدف الاساسي منها كما قلت هو توثيق هذه العلاقه ما بين ما هو رسمي وما بين ما هو اهلي، لاعطاها فرصه، لانه هناك مشاريع لا يمكن لوحدها الدوله ان تقوم بها، انما ينبغي ان يكون هناك ايضا مجتمع مدني يساند جهود الدوله. طبعا نتمنى ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا عايزين كالعاده بنتعرف على حضرتك ونبدا بالاسم ومكان وتاريخ الميلاد. انا اتولدت في انا اسمي محمود راشد غالب. محمود راشد غالب من جمهوريه جيبوتي. طبعا جيبوتي كانت مستعمره فرنسيه لاكثر من 100 عام، واستقلت في 27 يونيو 1977. هي تقع في شرق افريقيا في باب المندب، ويعني يجاورها او في جوارها دول هي تسمى دول القرن الافريقي، لان هي في منطقه القرن الافريقي يعني. وايضا في الجانب الاخر هناك المملكه العربيه السعوديه واليمن، بجانب طبعا اثيوبيا واريتريا والصومال. يعني بدات في جيبوتي يعني بالرغم انها كانت مستعمره فرنسيه، الى ان بس احنا ما عرفناش حضرتك الميلاد سنه كام؟ سنه 50 1950. سنه 50. اذا حضرتك الان يعني 60 الا شهور. الا شهور. نعم. كان الوالد بيعمل ايه؟ هو الوالد كان في ال يعني في كان في حاجه اسمها
الشربات، عنده مصنع بيصنع فيه الشربات والليمونادة، اللي هي زي البيبسي كولا، كان في بداياتها في الفترة دي، إنما مش الكوكا كولا، إنما نوع من الليمونادة كان في مصر شبيه لها اسمها السبرايت، حاجة زي ما زال موجودة السبرايت. السبرايت بالضبط، وحاجات من هذا القبيل يعني. وكان يرى أن العمل في الماء وفي الشراب يعني عمل فيه بركة، وفي نفس أيضا في نفس الوقت مربح يعني. وهو كان في الأساس تاجر يعني، والدي كان تاجر، وكان إنسان متدين جدا، ويعني أحمد الله أنه زرع في هذا العمق الإيماني الذي هو قادني في كل حياتي. والحمد لله حققت ما حققته بفضل ما زرعه في والدي راشد محمد غالب. إخوان حضرتك بقى؟ لي أخ اسمه منصور، ولي أخت اسمها أم الخير، وهم في جيبوتي. ترتيبك بينهم؟ أنا الأكبر طبعا. أنت الأكبر؟ نعم. وبعدين منصور، وبعدين ثم أم الخير. أم الخير. ثم الوالد كان يحب العلم جدا، ولهذا وكان معلق يعني قلبه معلق بمصر، وكان يرى أن مصر هي المنارة، فطبعا كان حريص على أن أنا أدرس في مصر اللغة العربية، بما أنه كانت الدراسة في جيبوتي فرنسية، وكان أمل أي حد يجي يخرج حتى يدرس اللغة العربية. والدي مكنني وأعطاني هذه الفرصة، وكان يرى يعني حتى أنا عندما أنا أذكر لما كنت أقول له كل الزملاء في سني في الفترة هذه يدرسون اللغة الفرنسية وعندهم فرصة نجاح، لأنه من يدرس اللغة الفرنسية كان مستقبله مضمون، فكان يقول لي لابد أن تجيد العربية أولا، وإذا أجدت العربية ستجيد أي لغة في العالم، أجد لغتك أولا، أما اللغات الأخرى ستجيدها. أنا محتاج أنك أنت حضرتك تقول لنا في دقيقتين بس، عرفنا بجيبوتي كخريطة سكانية، السكان وطبيعتهم والديانات اللي موجودة أو وضع الإسلام. هو طبعا جيبوتي الإسلام فيها قديم جدا، يعني تعرف أن أول هجرة للإسلام كانت إلى الحبشة، ومنها لابد أن هذا الوفد كان يمر على جيبوتي لأنه في هذه المنطقة، فهناك من أسلم في هذه الفترة المبكرة جدا، فالإسلام متعمق في جيبوتي، إلى أنه جيبوتي طبعا مجتمع قبلي فيه يعني يتكون من العيسى وهم قبيلة من الصومال، بجانب الإساق والقدبرسي والهبروة والقبائل الأخرى، ثم هناك قبيلة العفر، ثم القبيلة الأخرى العربية الذين هم من أصولهم من الجزيرة العربية، لكن في النهاية هم جيبوتيون بنوا هذه المنطقة وهذا البلد. ولذلك يعني هذه السمة انه عملهم جيبوتي تعيش على الميناء، فالعمل مع الميناء والعمل من خلال استقبال الاخر والتعامل مع الاخر جعل الروح الجيبوتية منفتحة، وجعل الشعب الجيبوتي يعني نسبة الاسلام كم في المئة؟ 100%. ويعني بالرغم يعني هذا يؤكد ما قلته حضرتك في بداية الكلام، الإسلام إسلام خير، وإسلام إسلام محبة، وإسلام سلام، يعني نجد تجد عندنا كل الأقليات الأخرى تعيش من تجاليات وهي معززة مكرمة. حتى لو سألت التاريخ كله دائما حتى عندما وصل الإسلام إلى إسبانيا وإلى كل مكان، يعني لم يعامل أهلها إلا بكل محبة وكل خير، لأن الإسلام إسلام سلام، إسلام محبة، وإسلام يعني يقوم على العدل وعلى احترام الآخر. لهذا يعني تجد أنه طالما تمسكنا نحن بالدين وعرفناه معرفة حقة سوف يعم السلام، وسوف نبني وسوف نتقدم. المشكلة الأساسية أننا بعدنا كثيرا، أو بعضنا بعض كثيرا، فتهنا يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني. طيب نرجع للطفولة بتاعتك في جيبوتي. نعم. عندكم كتاتيب كان؟ نعم، كثير من الكتاتيب والذين يدرسوا القرآن الكريم، بالرغم كان يحرص كل أب
قبل أن يذهب إلى الفرنسية، يعني لابد أن أتعلم اللغة الفرنسية. أنا أقول لك واقعة، يعني عندما كنت في القاهرة كان كنت أحب الكرة وألعب وأذهب إلى النادي الأهلي، وكان لي صديق صحفي في مجلة المصور. ففي بداية فترة استقلال جيبوتي أيام كان هنا رئيس الوزراء ممدوح سالم، هذا الصحفي اسمه ممدوح أبو زيد أخبرني أنه رشح لكي يعمل أول رحلة استكشاف لجيبوتي، أول وفد صحفي مصري يذهب إلى جيبوتي. فسألني كيف، يعني فضل السنين دي كلها ما كانش حد راح جيبوتي قبل كده؟ لا، لأن ده كان كم 70 كان قبل الاستقلال بشوية، كان 76 76 يعني كان كوفد رسمي مكلف انه يذهب. فذهب ممدوح ابو زيد من مجلة المصور وسألني، قلت له بالعكس ستجد انك يعني كأنك في بلدك، يعني لا شيء يختلف وهترتاح وستعجبك جيبوتي والناس فيها. فبالفعل ذهب، واكثر شيء لفت نظره لانه كان يذهب الى مناطق نائية جدا مع مصور صحفي، وأحيانا يأخذوا طائرة هليكوبتر يأخذوا إلى مناطق نائية ويدخلوا البيوت الأرياف، البيوت البسيطة هذه. أول ما لاحظوا أنه في كل هذه البيوت يجد مصحف القرآن الكريم في كل بيت. وهو يعني فوجئ أنه بالرغم من أنه في الإدارة يعني برا وفي التعامل في اللغة الفرنسية إلى أن هكذا في العمق وجد الناس في جيبوتي فعلا يعني متمسكين بالإسلام، وهذا السبب أنه حافظ على هوية جيبوتي رغم أكثر من 100 عام. جيبوتي لم تتفرنس، حافظت على هويتها وبقت كما هي، ولذلك أول خطوة اتجهتها هي دخلت. طب اللغة العربية الآن وضعها في جيبوتي؟ لا، تحسن جدا وتطور جدا وأخذت مكانتها. يعني عندما كنت أصل إلى جيبوتي لا تجد في مطارات جيبوتي أي علامات باللغة العربية، في الفرنسية كلها، إنما كان كله جيبوتي إيربورت حاجة زي كده، إيربورت جيبوتي، إنما الآن تجد مطار جيبوتي يرحب بكم. اللغة العربية موجودة في الأماكن العامة الآن، في الأماكن العامة. وأكثر من 100 عام لم تؤثر في هوية جيبوتي، يعني فقط جيبوتي محافظة على هويتها. وأول خطوة اتخذتها جيبوتي فور استقلالها هو انضمامها إلى جامعة الدول العربية، لأن هذا هو مسيرها الطبيعي، وإلى منظمة المؤتمر الإسلامي بالطبع، وإلى الأمم المتحدة. وهذا كما قلت لك حافظ على هذه الاستقلالية وعلى هذه الهوية، هو الإسلام. طيب بالمناسبة، يعني حضرتك شغال في جامعة الدول العربية بقالك سنوات. نعم. يعني هناك مجموعة الدول زي جيبوتي وموريتانيا والصومال. نعم. بنشعر انه كأنها الانسان العادي والمواطن العربي العادي مش مدرك ان دي دول عربية، وما عندوش الاحساس بالحميمية. ولو انت نجيب طلاب الجامعات ونسألهم هتلاقي، وانا اظن ده فيه نوع من التقصير برضو من الجامعة، يعني لانه عايزة كان يتعمل ده بشكل يتحس بيه، يعني بالذات الـ بعض الدول اللي يمكن اللغة الاصلية بتاعتها مش اللغة العربية، او في اختلاف في النواحي السكانية. حد فعل فيه تقصير ولا انا شايف غلط؟ هو لا، انا طبعا اشكرك دكتور عاطف، يعني كاستاذ اعلامي كبير أثرت نقطة في غاية الأهمية، وهذه ما نتحدث عنه دائما، وأنا ما أقوله دائما الحقيقة. يعني هناك تهميش لهذه الدول، وأنا لا أريد أن أقول تهميش مقصود، هو في الحقيقة قد يكون غير مقصود. الأسف يعني نحن في بعض الدول لا نحرص على الاهتمام بدولنا العربية الأخرى، ولا يعني نتعامل على انه كل هذا جزء من الكل. عايز الشباب يعرفوا الناس بالضبط، اعملوا دوري، اعملوا حاجه فيها كوره يعني بالضبط. شهريه هيجي بقى ناس من جيبوتي ومكان، هيقول لك بقى دول عرب خلاص، وتحمل الاسم اسم دي دوره عربيه او دي دوره طبعا، يعني بجامعه الدول العربيه بالضبط. بالرغم يعني شو هنا على فكره، فعلا الكره قد تجمع ما لا تستطيع جمع السياسه، او لا يستطيع جمع الاقتصاد او الاعلام.
يعني وقد تجيب مشاكل كمان في الكرة يعني. لا تجيب مشاكل أوريدي يعني. حل تاني. يعني برضه ما زال هتظل في الآخر إن الكرة هتعمل التلاحم أو. إن شاء الله يعني الرياضة طبعاً بلا شك هو ده الهدف الرئيسي. يعني طبعاً أنا سعيد إن أنا بلاقي يعني فرصة أعرف ثقافة جديدة. لكن نرجع بقى ليا رب. أول مرة أنت في السن صغير تقول يا رب أو تسمع يا رب وأنت لسه صغير في السن كانت ايه القصة؟ انا اسمعها دائما من والدي في البيت دائما يقول يا رب. ودائما هذه الكلمة لها تأثير في نفسي وفي داخلي. وكان قويا والدي الله يرحمه بالرغم من بعض الظروف وبعض التآمر اللي كان ضده الى انه كان ايمانه عميق. تخيل حتى وعندما كان مريضا لم كان يصلي وهو نائم على السرير لم يترك هذه الفروض الخمسة. هذا يعني هذا الرجل اللي هو والدي رحمه الله كان عنده إيمان عميق وتأثرت فيه. في كل مكان كنت أسمع كلمة يا رب منه في كل مكان كان يقول يعني يا ساتر لا تكشف يا عزيز لا تهين يا ساتر ما مضى أستر ما بقى. هذه الكلمات لا يخرج من البيت إلا يا ساتر لا تكشف يا عزيز لا تهين يا ساتر ما مضى أستر ما بقى. هذه كلمة دائما يقولها. ولحتى عندما نخرج ونركب معه في السيارة أسمع يقول توكلت على الله حسبي الله توكلت على الله. فهذا هذا التأثير أو يعني العميق يعني من والدي أثر فيه جدا. كنت أرى فيه قوة الإيمان وهذا أكسبني ثقة بالنفس. قوة الإيمان يكسبك ثقة بالنفس لأنني شفت فيه هذا. يعني بالرغم من أن بعض الحاقدين الموتورين تآمروا ضده رغم أن الظروف كانت يعني لأسباب اقتصادية لأسباب اقتصادية وبعض الموتورين الحاقدين ورغم كل ما عملوه لكن ظل صامدا وواجههم بقوة إيمان. طب أنت لسه في حد منكم من إخواتك شغال في المشروبات في التجارة؟ لا هو أخذ الأجال في التجارة لكن مش في المشروبات هو أخذ الاستيراد والتصدير. ووالدي يعني في لم يبدأ يعني هو بدأ مشروعه ثم اتجه بعد كده في تجارة الأغذية. كان أول من عمل محلات أغذية البيع والشرب. الأكل أهم من الشرب. طبعا البيع والأغذية ف يعني كلمة يا رب دائما أقولها وتهزني من الأعماق. طيب بقى تعلمت لحد إيه في جيبوتي؟ تعلمت في جيبوتي لحد الإعدادية. أدبي. ثم قرر والدي أن أتي إلى مصر ودرست هنا وأرسلني إلى فيكتوريا كوليج في اسكندرية. وأذكر أنا يعني في وهو يغادرني كان أول مرة أكون في يعني في الاغتراب أو مغترب بدون أحد يعني بدون والدي وبدون أحد. طب خلينا لسه وأنت في جيبوتي مطالب في جيبوتي. نعم. رحت كتب. أنا رحت مدرسة مباشرة. وهي الحقيقة مدرسة قامت بدور كبير جدا في نشر اللغة العربية مدرسة النجاح الإسلامية. مدرسة ما زالت موجودة؟ ما زالت موجودة. ومدرسة النجاح الإسلامية لها فضل على كثير من هم في على الأقل من هم في جيل يعني لأن أنت المنطقة اللي كنت فيها حضرتك في العاصمة في جبل. نعم يعني تصور أنه في مدرسة النجاح الإسلامية ونحن في الابتدائي الإعدادي درسنا فيما بعد عرفت انه في الازهر يدرسوها في الكليات التجويد درسناها واحنا في الابتدائي والاعدادي. كانت مدرسه رائعه جدا ومدرسين كلهم من جيبوتي ولا من جيبوتي ومنهم من بعض منهم من حضرموت ياتوا الى اليمن. نعم من حضرموت. وحضرموت كان فيها معروفه يعني حضرموت برجال الفقه ورجال الدين يعني على درجه عاليه كبيره جدا وبحكم الجوار كمان قريبين. فخرجت الكثيرين مدرسة النجاح الإسلامية الحقيقة وكان لها فضل يعني. طيب حضرتك تذكر في المدرسة مواقف قلت فيها يا رب مدرس هيعاقبك ما كنتش مذاكر عاوز تطلع الأول؟ طبعا بتلعب كورة في الامتحان ده دايما أقول يا رب يعني لأنه كان عندنا مدير كان لا أقول قاسي ولا ما كان حازم جدا وحصارم رحمه الله الأستاذ عبد الله بن علي توفى. وكنت يعني قلق جدا لا اريد ان يعني هو خاصه في الامتحان الشفوي لا اريد ان اخطئ معه. هو حريص جدا على اللغه على اللغه العربيه على النحو بالذات
إذا لاحظ خطأ نحوي مشكلة كبيرة جدا. ففي كل مرة كان يسألني ده كنت أقول يا رب حتى لا أقع في خطأ. وهو حريص يعني كان يصطاد الخطأ اللغوي رحمه الله. فالحمد لله يعني جعلنا حريصين على اللغة وأصبحت يسر لنا كثير من أمور هذه القوة الذي مكننا. كنت رياضي وانت طفل ولا لا؟ طبعا كنت رياضي وكنت ألعب الكرة وكنا عملنا فريق كرة في جيبوتي وكنت مشهور بأن أنا رئيس فريق الكرة وأحب دائما أتولى حتى مش بس الكابتن الفريق مدرب لهم كنت مدرب يعني في الفترة دي كنت أفرض على زملائي يعني أنا ننزل الصبح الفجر الساعة 6 نجري ثم نذهب إلى منطقة في جيبوتي اسمها النيسا البيضاء أو المكان الرمل الأبيض كان على البحر في جيبوتي وكنا نمارس فيها الرياضة والجري والأسماء أسماء عندكم زي عندنا ولا في أسماء يعني أنت استلفت أم الخير أيوة استلفت انتباهي الأسماء عندكم مختلفة عن عندنا في لا في نفس الأسماء إنما في بعض الأسماء أكثر انتشارا الأساس هي الأسماء دي محمد محمود وعلي وهذا لا يعني لا يمنع أنه في بعض الأسماء في بعض القبائل بتبقى أسماء مختلفة إنما بصفة عامة هي أسماء إسلامية محمد وعلي وأحمد وزينب وأم الخير هذه أسماء معروفة طيب يعني. لما جيت بقى حضرتك قرار أنك أنت تروح تتعلم في مصر نعم يعني كانت فيه تشاور وأطراف بتقول وأطراف بتقول لا والدتك بتقول ما يبعدش والدك بيقول لازم والله يا رب بقى التجربة تنجح يا رب بلاش يا رب والله كنت أقول يا رب أنها يعني أن الله يكون معايا لأنه أنا أكون في الصفقة تجمع عندك 15 سنة تقريبا طبعا بالضبط في الفترة دي ولكن والدي كان متحمس جدا كان يقول لي دائما هو والدي يحب العلم جدا فكان يقول لي أنا لن أترك لك أي شيء إلا العلم ويقول لي يعني أنه هو سلاحك في هذه الدنيا وأنا أذكر هذه الكلمة وحتى عندما ذهبت إلى الإسكندرية وتركني وغادر وأنا في الغربة جمعك وصلني ودخلني كان الكلام ده سنة كام بالضبط في الستينات هذه في حوالي 65 تقريبا 65 أي نعم 65 66 في الفترة دي جيتوا بالطيارة ولا جينا بالطيارة وصلنا على الطيارة فسأل من في أحسن مدرسة في مصر كان يحب يودينا دائما في أحسن مدرسة فقال له بكتوري كان حد معك لا أنا أنت هو بس أنا بس أنا هو فقال لي قيل له أنه فيكتوريا كوليج في الإسكندرية هذه كان فيها الملك حسين وفيها خلاص إذا ابني يروح هناك في فأخذني إلى المدرسة ورحنا في الإسكندرية الحقيقة وأنا يعني خايف إن أنا أكون في تجربة جديدة في الغربة وإنسان ليه مناخي وليه جوي وأترك أترك الصحبة والزملاء والعشرة الطويلة ما كنتش حاسس إنك أنت رايح مثلا بلد أكثر حاسس بس ولكن التعلق العاطفي بالبلد وتعلق بالعشرة تمشي فيه من جيبوتي نماذج سابقة جات اتعلمت في مصر؟ لا في 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 يعني كان في نسبة في خبرة موجودة لكن بالضبط لكن انت كل تجربة خاصة شخصية بكل واحد يعني فأخذني إلى المدرسة وطبعا هو كانت أصعب لحظة يعني قلت يا رب فعلنا عندما تركني يعني لما يجي ساعة الفراق يعني ساعة الفراق بكيت حقيقة بكيت وبحرقة أعتبر الطفل بكيت هو يغادرني بكيت بحرقة فقال لي كلمة لن أنساها رحمه الله راشد محمد غالب رحمه الله قال لي يا ابني العلم هو أبوك وأمك مش أنا لن أدوم لك وأمك لن تدوم لك العلم هو أبوك وأمك أتعلم كويس يا ابني هذا هو اللي حيدوم لك أنا مش هدوم فهي هنا أبوك وأمك كل مدرسة وتعلم واسمع عنك اخبار كويسه قلت له ان شاء الله يا رب ان شاء الله فكره عالي يعني هذه كلمته دايما تقول العلم هو ابوك وامك مش انا فخليك بتقولها لاولادك دايما عني هذه كلمه لن انساها منه ف
وقعت بقى تركك تركني يعني. قلت يا رب كان كان سايبنا فلوس ولا كان بيسيبها في فلوس ال... انا كنت مدرسه داخليه. مدرسه داخليه داخليه معنى كده ان والدك كان ميسور. نعم. طب هو طبعا كمان ما فيش حد يعرف عشان ما يكون عنده ساكن او ما فيش حد يعني هنا ما كانش عنده لا يعني هو اختار احسن مدرسه لها مصروفات عاليه وداخلي بتبقى اغلى شويه لانه كان يؤمن بالعلم كان يقول يعني يعني ما كانش مش مهم انه يترك اي حاجه المهم انه يكون لانه دايما الكلمه يرددها على لسانه العلم يبني بيوتا لا اساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف دايما 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 يردد هذه الجمله فكان عنده تعلق كبير في العلم. طب والدك هو هو كان يقول لي انا عانيت في حياتي لانه هو كافح وتعب فانا يقول لي انا اريد ان احقق ما لم استطع انا تحقيقه لانه هو كان من اسره فقيره وكافح وتولى تربيه اخوانه كلهم واثبت وجوده ونجح وكان ما حظاش بفرصه في التعليم فحب يعطي هذه الفرصة لأولاده يعني. طيب حديث على بمناسبة الوالد عشان واضح من شخصيته شدتني أنا يعني. هو توفى سنة كام؟ 1990. يعني مدة كنت بقى أنت. كنت طبعا. وصلت 50 سنة تقريبا. يعني وكنت أتمنى يعني لأنه كنت أتمنى إنه الأقدار طبعا رحمه الله كنت أتمنى إنه يكون عايش بعد ما التحقت في الجامعة العربية عشان كنت أتمنى إنه يعيش معايا. طب لما توفى حضرتك كنت فين؟ أنا كنت معاه في جيبوتي. كنت في جيبوتي. نعم كنت معاه في جيبوتي. الحمد لله. قبل ما يتوفى كان مريض قلت يا رب. طبعا قلت كثير كان يا رب. كان في مرض. كان مرض كان يعني هو كان المرض الكبر وعنده كان في البروستاتا كان شالها ثم يعني كان بيعاني من مضاعفات كثيرة في من أثار العملية اللي شالها وعملها في مصر بالمناسبة يعني. كان في طبيب مصري اسمه شعراوي الدكتور شعراوي كان رجل الفاضل المتدين دائما صديق الوالد دائما كان يجي له وهو برضه كان يفرك المتقول يا رب قال له يا حاج راشد يقول يا خليها على الله قل يا رب قل له كله على الله كله على الله دائما كلمة الوالد هذه فيعني الحمد لله احنا نقلناه في المستشفى وجاءت اللحظة التي ربنا اختاره يعني وانا كنت اتمنى يكون يعني كمل معايا شوية ولو ما هو عموما سيقول لك أب وأم طبعا العلم علق هو هاي كلمته دائما يعني سيقول لك طبعا هو له كان حكم يعني كان يعني من بعض من الأشياء كثيرة اللي تعلمتها منه كان يقول يعني عندما يجد شخص غير يعني ذي جدوى أو لا ينفع يقول هذا إيه ده ما حنطلة تأتي بفاكهة ولا شجرة الأثل يهدي لك العنب فيعني الحنطلة عمرها لما عندما يجد شخص يعني بعيد عن الإيمان وشخص فقد الأمل فيه ويجد أنه فدائما لا ينتقد إلا بالشجرة الخبيثة عمرها ما يكون لها ثمرة طيب بالضبط ما حنطلة تأتي بفاكهة ولا شجرة الأثل تهدي لك العنب ودائما الكلمة اللي كان يقولها والدي الله يرحمه بس هو كان مثقف وعنده من الأدب يعني كل شيء في شعر نقلا عنه نقلا نقلا وحتى هو اللي قال لي إذا سلامي على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد لفا إذا بعد كده أنا قرأت القصيدة كلها وجبتها التي تقول إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في خل يخون خليله ويجزيه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقدم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد والوفا هذه كنت أسمع من أكثر من هذا كان حتى يعزف العود يعني في بعض الأحيان كان يعزف علم نفسه أشياء كثيرة جدا حتى اللغة الفرنسية درسها بإصراره يعني كان يحكي لي أنه كان لما يدخل المسجد يصلي ويأخذ معاه جريدة ينتظر المصلين لما يخلصوا صلاة ثم يسأله ما معنى ده ما معنى ده وبدأ يجمع الكلمات وبدأ ومعانيها حتى أداب اللغة الفرنسية علم نفسه بنفسه اللغة الفرنسية دون أن يذهب مدرسة يعني. طيب كان لديه في فيكتوريا كوليدج نعم في اسكندرية لوحدك
بكيت والدك سابك وقال لك ابوك وامك العلم. نعم. احكي لنا بقى انت قلت يا رب ازاي بقى؟ قلت يا رب يعني وتركت على الله وصليت ركعتين وقلنا ان شاء الله. كنت بتسكنوا في حجرات فرديه ولا جماعيه ولا؟ لا كنا في عنبر كده. عنبر. نعم. وبعد كده نقلونا في غرفه فرديه. ومن ميزة فيكتوريا كمان كانت يعني ده ساعد الإنسان على نسيان الغربة ونسيان الفراق، إنه فيها كل شيء، فيها ملعب رياضة كرة القدم، فيها خيول، فيها سباحة، فيها في الحقيقة فاندمجنا. بتدفع مصاريفات قد إيه في ال... والله لا أتعرف، لأنه هو الذي كان يدفع، مش عارف. أيوة أنا لا أذكر أدفع، لكن أعرف إن أنا عملت صحبة طيبة جدا مع كثيرين، وانا اذكر منهم انه ناس من كبار شخصيات اسكندريه، يعني في اولاد مطعم نصار، مطعم نصار في اسكندريه مشهور، اولادهم كانوا معايا في نفس، يعني حتى الان عندما اروح اسكندريه والتقي بهم، حمدي مثلا، حمدي نصار او صلاح نصار او احمد نصار، كلهم يعرفوني من ايام فيكتوريا كوليج يعني، ويتذكروا هذه تلك الايام الجميله. انت بقى جاي واحد جاي من جيبوتي غريب على المصريين. نعم. ولا كان في معك جيبوتيين تانيين؟ لا لا ما كان، كان في طبقة فرقة تانيين آخرين؟ لا جاء بعد كده في، كان حد من جيبوتي، في واحد جاب ولدي اثنين انضموا لنا، لكن بسبب اللغة ما كانش في الحقيقة غربة، لأنه فيكتوريا كان فيها كل الجنسيات، كان فيها الليبيين، كان فيها السعوديين، كان فيها كل الجنسيات العربية، فاللغة كانت واحدة اللغة العربية، ثم أننا شباب في مرحلة واحدة، ثم جامعتنا ايضا كلنا هواية كرة القدم، فده يعني اعتقد شال اي نوع من طيب هل بقى قابلتك مواقف مثلا مرضت لوحدك وقلت يا رب بقى بشكل خاص، متاعب معينة، انا عدم انسجام مع مدرس؟ مع كثير 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 جدا كثير جدا، وكثير من الاحيان يعني هذه الكلمة عندما الانسان يقولها من العمق فعلا، ان الله قريب مجيب الدعوات، تجد وانت يعني في فترة اذا قلتها من العمق وبصدق تنفرج لك كل طبع حقيقة عن واقع انا جربتها، يعني كثير مرات كنت في فترة انا اكون فيها تعبان واخشى ان اكون وحدي وانا في الغربة، لكن واحد يقول يا رب، ثم يصحى ثاني يوم يلاقي نفسه الامور خفت ولا يتوقع بيسر وسهولة وبسرعة، لانه الحقيقة الإيمان عندما يكون بين الداخل القوي أقرب إليك من حبل الوريد، هذا الله سبحان الله، ربنا إذا إنسان دعا الله بإخلاص ومن قلبه يعني يستجيب له المولى عز وجل. طيب خلصت بقى السنوات؟ خلصت، ثم عدنا. كنت بتروح في الصيف؟ يعني نادئ قليلا يعني. ولا تفضل في اسكندرية؟ أول سنة رحت طبعا، أول سنة، ويعني لأنه طبعا كنت صغير وما كنت أعرف، المدرسة تتكلف معك مندوب، صور مندوب يأتي إلى القاهرة وأخذك، طبعا التذكرة أرسلت لي، فإنما جاءني مندوب ورحنا إلى مصر للطيران في الجمهورية، تذكر في ميدان الأوبرا كان في مصر للطيران أنا أذكر، ويأتي مندوب، يعني الحقيقة يعني الواحد لما يذكر يعني كم الناس يعني طيبين نظام محترم جدا، وينتظر معايا في صالة الانتظار حتى الرابعة فجرا، حتى الطائرة تأتي ثم يشعرك انه هو موجود وحتى يطمئن انك ركبت الطائرة، كان شيء رائع جدا، ثم اعود يعني وعدت مرة اخرى. وجاري بقى سنة تانية وثالثة ما كنتش سافرت. لا ما سافرت. فكان هو يفتي في اسكندرية وهو يجي للبلد، كان الوالد وحده ولا بقى جاب الاسره؟ الاسره كلها كان يجوا هنا، فرصه يسافروا اسكندريه. كان يجوا هنا، واذكر انه اول حاجه عملها راح القدس قبل احتلالها، قبل حرب 67، بس انا ما رحتش معهم لانه كان يعني منهمك في الدراسه في يعني هو والاسره قبل ما يجوا هنا مروا على اجوا هنا وطلعوا من هنا طلعوا على الاردن، طبعا زاروا القدس، كان حريص انه يروح القدس بيت المقدس، والحمد لله زارها قبل احتلالها طبعا من اسرائيل. وفي الفتره دي انا ما تمكنتش لانه كان عندي دراسه. مش حد من اخواتك ده جه كرر نفس التجربه؟ اخويا بعد كده منصور جه درس في نفس الكليه في نفس ال، لا هو راح في مدرسه النصر اللي هي تقريبا نفس اللي هي في المعادي،
بعد كم سنة منك؟ بعدها بفترة يعني. بعدها فترة. طيب الجامعة بقى؟ الجامعة دخلت كلية الحقوق. اسكندرية برضو؟ لا هنا في القاهرة. القاهرة. وتكلمت نعم على أساتذة كبار. أخذت بقى سكن؟ أخذت بقى سكن، سكنت مع بعض الأصدقاء. جنسيات مختلفة، من جيبوتي في الأول، بعض الجيبوتي اللي كنا سكننا مع بعض، والحياة استمرت بعد ذلك يعني إلى أن طبعا خلصنا، ثم اتجهت بعد ذلك إلى فرنسا. بعد ما في الجامعة هل في قبلتك موقف تذكرها قلت فيها يا رب؟ دائما في الامتحانات أقول يا رب، طبعا في الامتحانات قلت يا رب. كنت متفوق ولا متوسط؟ والله كنت لا بأس بي يعني، مش إنما تعرف الحقوق صعبة، كلية الحقوق صعبة. الحقوق صعبة حتى من غير كلية. حتى من غير كلية صحيح، حتى من غير كلية صعبة جدا، وهي مدرسة يعني كلية تريد من يرغب فيها يعني، وتريد إصرار، وتريد ويعني يمكن الكليات التي لا يجري معها الحفظ فقط، لا بد الفهم، الفهم هذه ميزة كلية الحقوق. فطبعا تقريبا خلصت سنة 72 طبعا 72. ثم طبعا اتجهت بعد ذلك الى فرنسا، وعملت دراسات هناك في فرنسا في معهد اللغات الشرقية، عملت دراسة عليا عن حقوق الأقليات في مجتمع قبلي، بما انه افريقيا مجتمعات قبلية، فعملت هذا الموضوع. ثم بدأت أعمل في الصحافة كمراسل بعض الصحف في فرنسا إلى أن عدت من 72 لكام؟ إلى أن استقلت جيبوتي. بعد الاستقلال 77 دخلنا إلى جيبوتي، ثم بدأت في جيبوتي. أنت إيه كان في سبب يخليك ما تروحش؟ لا كنت أروح واجي يعني، بس استقريت في فرنسا في عمل، وفي نفس الوقت كنت يعني لو إحنا عاوزين نصل للأفضل، ويا رب نصل للأفضل، احنا مش عاوزين زي ما بيقول سعادة السفير هو أهل الثقة ولا أهل الخبرة، احنا عاوزين أهل الدين، لأهل الدين وبمعيار الدين هيبقوا دايما زي ما قال سعادة السفير هم أهل الخبرة والثقة معا. صحيح. ويا رب مش نقول عدل بلاش حرية ولا حرية، لا مش عاوزين، يا رب تسود الأخلاق والأداب الإسلامية هتحقق لنا العدل والحرية وما هو أكبر منهما، ويا رب نطبق الإسلام. لو طبقنا الإسلام صح وأخلاق الإسلام صح وسلوكيات وأداب الإسلام صح، هنحقق كل اللي سعادة السفير كان بيجري وراه، الهوية العربية بالقرآن وبالحديث. صحيح. ستكون أقوى ما تكون. التقارب العربي سيكون بجمع، يتجمعنا القرآن ويجمعنا اللغة. صحيح. قضية العدل والحرية موجودين في القرآن وفي السنة وفي فقهنا وفي شريعتنا. المجتمع المدني وأهميته ودوره موجود في ديننا ومن صميم ديننا، بل بالعكس ده هو الأصل. الأصل اللي احنا بنعتمد على المجتمع المدني قبل ما بنجتمع على نعتمد على الحكومات. صحيح. لعل في عندكم بتعتمد على الحكومات بالاساس ثم يساعدها المجتمع المدني. لو رجعنا لاصل الشرع لان المجتمع المدني هو المعني بالدرجه الاولى، ثم الحكومه بتكمل بقى اللي هو ايه ما كملوش. ويا ريت يكون بالفعل في اتحادات مهنيه وغير مهنيه، وهذه الاتحادات تكون مجتمعه مع بعض تحت مظله عربيه ومظله اسلاميه. ويا رب يا رب يعني يبعد عنا الاعادي، اعادي العرب واعادي المسلمين، ويوحد كلمتنا. وبنكرر شكرنا لسعادة السفير. شكرا. ويا رب توفق في مهامك. يا رب دايما تكون غالب. يا رب ان شاء الله. شكرا لكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا. وقول يا رب بارك في قوتي وقوتي، بارك يا رب.